سيتضح لكم أيضا أن هذه الدعوة الحقة الصحيحة لا يمكن أن تكون دعوة جماهيرية كما عليه الدعوات البدعية. لماذا؟ لأنها لا تتطلع إلى سلطة، ولا تجمع من الناس مالا، ولا تريد الترأس على رؤوس الناس، إنما تريد شيئا واحدا، وهو أن يخلص الدين لله، وأن يوحد الرب جل وعلا كما يليق به سبحانه وتعالى، وأن يقام الدين الحق، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرادها، وهذا خطابها لكل أحد. للحكومات الخطاب واحد، للمزارع، للنجار، للمهندس، للطبيب، للتاجر، الكل يستطيع أن يكون صاحب سنة ينفع نفسه وغيره من غير مواطأة إلا الاجتماع على السنة